مصطفى اليحيى مواطن من محلة الحوامد طبعا حنتكلم ان اللي إن يتكلموا عليها المواطنين اللي قدامي راهي مشكله الصرف الصحي والمياه هذه راهي مشكله من ضمن مشاكل كبيره تعاني منها الحوامل ماهيش مشكله الصرف الصحي بس راهو برامج عوده الحياه ما شملتناش نهائيا ولا فيه مشروع آه انخدم في البلاد ونجح حصل هي ما فيش مشاريع حذات. ذاتها اللي نرى هاي تشوفوا فيها البلاد منكم بعد بعد المغرب تدخل في ظلام دامس المجاري هاي في قدام كل حوش صرف الصحي قدام كل الحوش المية شبه اللي الناس تستعمل في في الخاصه او تجي في بطيات المية الصحه من 2013 ما عندناش دكتور يعني ابسط خدمات صحيه نقطع عليها 30 40 كيلومتر البلاد راهي شبه نشوف فيها ان هي ما صالحه للسكن على جميع المستويات والدليل ان فوق من 200 عيله طلعوا من البلاد هذه طلعوا رحلوا مشوا ترابس مشوا سبراطة مشوا لصرمان نتيجه الغياب وانعدام مقومات الحياه، مقومات الحياه مش معدومه في الحوامل نهائيا بجميع المستويات سواء من ناحيه البيئه سواء من ناحيه الصرف الصحي سواء من ناحيه المياه سواء من ناحيه الخدمات الصحيه، ما فيش خدمات يعني البلاد انعدمت فيها كل مقومات المعيشه واصبح المواطن تو بدا يبحث عن بديل على المنطقه هذه. وبارك الله فيكم. السلام عليكم محمد عمر محمد من احد منطقه من أحد شباب منطقه الحومه استاذ عماد احنا نتكلم على المجاري والطرب بالشركه بعدنا فتره الصلاة تكسرت السيارات والمجاري تشوفوا فيها قدامكم و يعني. وثاني حاجه في الصحه الصحه عندهم دواء السكر كل ما نكلمهم يقولوا لي ما سياره ثلاجه يبوا اجرام طرابلس باش يجيبوا دواء السكر تو هذه دول لها شهرين وفي مواطن في اللي عنده وفي اللي ما عندهش معناها يعني يا ريت يتدخلوا يديروا راي يديروا حل فيها وتشوف فيها عندنا الطريق عندنا الإضاءة الإضاءة خادمينها ما فيش طلعت تقريبا شهر كامل بس ها تشوف فيها قدامكم كلها راكبة وبارك الله فيكم الله يرحم والديكم. نشكر قناتكم الموقرة قناة المسار. احد مواطنين من منطقه الحوامد محمد منصور محمد بنهدرز لكم على الاضاءه اللي اخذتها هذه المشروع اخذتها البلديه بمبالغ طائله المشروع ما خدمش بكل ما خدمش ها وتشوفوا فيه فما خذوه وغيروه بمبالغ هذا تحمل مسؤوليه البلديه وهاي تشوفوا فيها الطرق والدنيا المكسره هذه تحمل مسؤوليتها البلديه المشاريع البلديه فما نناشدوا بشركة الشركة التونسية شركة سومطرة ننترجع للبلاد هذه وعندها ضمانات وموقعها قاعد هنا في الحوامد واتمنى من المهندس محمود عجاج أن يجي للمهزلة اللي صايرة هي مبالغ اللي تصرف داخل البلدية نتمنى النائب العام يجي يحقق في المبالغ هذه هوني المهندس عبد الحميد بيبة بارك الله فيه عودة الحياة داخل الحوامد مرينا فيها شيء برا شوف المناطق الثانيه فيه طرق فيها اعمار فيه كل شيء قصدي علاش علاش اللي هالبلديه محمل المسؤوليه هنا الناس المسؤوله الناس المسؤوله داخل بلديه العميد والاعضاء والمختار محله الناس كل تمشي تتكلم تمنى من المهندس عبد الحميد البيبه اللي يجي للبلاد هذه هاي تشوفها يا اخونا عماد الضي ها وتشوف فيه مشعلش نهائي متهالك من اول يوم قلنا لهم داروا الكاب المضروب تكلمنا ما مش مره ولا اثنين وجبنا اذاعات قصدي نتمنوا نتمنوا وقفه جاده من مسؤولين من عبد الحميد دبيبه ان شاء الله يوصل من قناه المسار وبارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد وصحبه وسلم المواطن عبد السلام مبروك احمد القطعي من محله الحوامد بلديه الحوامد نشكركم على زيارتكم للمجلس البلدي الحوامل ومحله الحوامل وبارك الله فيكم على المسعى هذا اللي بنتكلم عليه هنا داخل البلديه فيه امور اكثر من المجلس البلدي يعني زي شركه الصرف الصحي يعني ممكن المجلس البلدي ما عنداش عليها سلطه انه يوقفها على العمل او ما يوقفهاش او اللي عطلة فعلا في المفروض انه كانوا يضغطوا عليها بحيث ترفع وتيره الخدمه متاعها لكن الشركه تشتغل بآله واحده بثلاث عمال اكثر من سنه ونص تو يعني فالناس تعبت من الشغل هذا الطرق كلها مكسره والصرف الصحي تاعب والمياه طبعا مشكله المياه باقي في داخل المنطقه الناس تدفع اكثر من 20 و25% من مرتباتها لشراء صهاريج المياه داخل المحلة ونتمنى أن من المجلس البلدي أو إدارة المشروعات الأحرى في منطقة نالوت أن تضغط على شركة سومطرة التونسية لأنها هي واخذ المشروع بحوالي 58 مليون دينار في سنة 2007 وترجع للشغل أنها هي واخذ المنطقة بالكامل يعني بنية تحتية من طرق ومن صرف صحي ومن مياه ومن كهرباء ومن لكن الشركه مانيش عارف شنو البنيه التحتيه ليش ما ضغطوش عليها ورجعها رغم ان توفر عنصر الامن موجود داخل البلديه ونتمنى ان شاء الله من مجلس البلدي واداره المشروعات منطقه نيلوت انه يضغطوا على الشركه ويرجعوها حتى تكون الخدمه افضل للمواطن وللمحله وبارك الله فيكم مشكورين ان شاء الله